أيها الإخوة المصلون، حفاظاً على صحتكم وسلامتكم، المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع، وأن تتركوا مسافة صحية آمنة في التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتعقيم وغسل اليدين، وأن تكون المصافحة في القلوب، وأن لا يكون هناك تجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج، وكذا في المطاف والصلاة خلف المقام، وكذلك في المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة. المهم أن التجمع قد يضر بصحتكم، وتشكرون على وعيكم وتجاوبكم وتعاونكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.